بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 152. الحمد لله على فضله وإحسانه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، يواصل شيخ الإسلام رحمه الله كلامه في بيان معنى العبادة وأنواعها، فيقول: والله سبحانه وتعالى نعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآيات. ولما قال الشيطان: فبما أغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الألوهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة. قد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال: دنته فدان، أي ذللته فذل، ويقال: يدين الله ويدين لله، أن يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال: طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال: تيم الله، أي عبد الله. فالمتيم المعبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون إلى العبد من كل شيء، بل يجب أن يكون أحب إلى العبد من كل شيء،
وأن يكون الله بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير الله كان تعظيمه باطلا. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله والإرضى لله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو لله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاء لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كانت عذابا على صاحبها، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإن اعتراف العبد بأن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه فيتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه.
قد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، إلى قوله: فأنى تسحرون. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم ولأغوينهم أجمعين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. كذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله، كان من جنس إبليس وأهل النار. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. نسأل الله العافية. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله.